السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف بمعرض التركي للسيارات بمكة المكرمة. عرضنا اليوم بشكل سريع على مستبيشي الـ200 موديل 2016 فيات الستاندر. راح نتكلم عن تفاصيله ومميزاته بشكل مختصر وسريع. لازم نذكر منافسات مستبيشي الـ200، طبعا من منافسات مستبيشي شركة تويوتا، طبعا هايلوكس، وبعد من شركة رام 1200، من شركة تاتا زينون طبعا، وبعد نيسان نيفارا وسيزو دي ماكس، وكثير من منافساتها. طبعا مستبيشي الـ200 صناعة يابانية، أما بالنسبة للتجميع فهو تايلاندي. من مواصفات المحرك 4 أسوانات دفع ثنائي 2400 سي سي، بالنسبة للأحسنة ف 151 حصان. نجي لمواصفاتها الخارجية، طبعا بالنسبة لفئة الستاندر صدامات بلون أسود، والمرايات بعد بلون أسود، والمقابر بدون فيبر في الصندوق وبدون حساسات خلفية، وللأسف بعد بدون ريموت. أما بالنسبة لتقييم السلاكة القطبية 11 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم متوسط، بنزين 91 دفع ثنائي 2016. نجي لمواصفاتها الداخلية، مراتب مخمل، تحكم بها يدوي، ونوافذ مرايات كهرباء. طبعا أقير من 5 سرعات يدوي، بعد مكيف، البريك يدوي، المقصورة الخلفية بشكل سريع بدون فتحات تكييف بالخلف وبدون تكاية، فيات الستاندر طبعا. بالنسبة لسعرها فسعرها 48,000 ريال موديل 2016. هذا باختصار مستبيشي الـ200 موديل 2016 فيات الستاندر وارد العيسائي. كان معاكم يوسف بمعرض التركي للسيارات بمكة المكرمة. في أمان الله.